الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا، يا رب وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن اليوم فيما تبقى من أركان خطبة الجمعة أو شروط خطبة الجمعة، والركن والشرط في خطبة الجمعة لا يختلفان بخلاف الصلاة. فيقول هنا أركان الخطبة، أركان خطبة الجمعة خمسة تقريبا، لكن هم خمسة إجمالا وإلا هي ثمانية زي ما بينا في الجلسة الماضية، لتكرر الثلاثة الأولى اللي هي الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصية بالتقوى. دول الثلاثة دول ايه عندنا عند الشافعية يعني يجب انها تشملهم الخطبتين، الخطبة الاولى والخطبة الثانية، ده لازم. وبعدين بعد كده عندنا ركنين الباقيين، وعشان كده الثلاثة دول بيتكرروا مرتين في الخطبة الاولى والخطبة الثانية، وبالتالي يبقى دي كده ثلاثة وثلاثة ستة، يتبقى اثنين عشان يبقوا ثمانية. اثنين ان تشمل آية مش شرط حديث بقى، آية يكفي، آية من القرآن، وبعدين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. كويس، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ادي ايه اركان خطبة الجمعة. فلو واحد قال خطبة عظيمة جدا لكن ما وفاش في هذه الاشياء، تبقى خطبته دي تعتبر كلمة ألقاها لكنها مش خطبة عبادة، لكنها كلمة ككلمة ألقاها، زي واحد بيدي كلمة مثلا بمناسبة المولد النبوي والإسراء والمعراج شيء من هذا، أو بيدي مكالمة بمناسبة السيرة النبوية مثلا بيبحثوا فيها، لا بأس يقول اللي هو عايزه بقى لأن ده موضوع معين. لكن خطبة العبادة، خطبة الجمعة دي عبادة معينة، لازم فيها يشترط الحمد لله، ولفظ الحمد متعين ولفظ الله متعين، ما يقولش الحمد للرحمن، ما يقولش الحمد للقهار، لازم الله لأنه يشمل كل الأسماء. صحيح مش شرط يقول الحمد نفسه، ممكن يقول إيه إني حامد لله، تمشي يعني أي مشتق من الحمد، أو أحمد الله إليكم زي ما كان زي ما قلت لك الشيخ البكوري كان يحب يقول كده أحمد الله إليكم، تمشي. وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظهما متعين، الصلاة على النبي والحمد لله ده لفظ متعين، لازم يصلي على النبي ويسن معه الآل، يسن معه الآل. ثم الوصية بالتقوى، وأن تشمل آية، فما ينفعش يجيب آية فيها الوصية بالتقوى وتبقى هي دي الآية والوصية بالتقوى في آن واحد يقوم يتأتى بها ركنين، لا. زي مثلا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كويس حلو، لكن دي هل يقصد بها الامر بالتقوى ولا يقصد بها الايه؟ ما تعملش الاثنين، تعمل واحده بس، لان لا يتاتى بفرد واحد ركنين. كويس؟ وعلشان كده تملي معظم المشايخ لو تلاحظ في خطبه الجمعه
يقول لك ايتين ورا بعض في التقوى، واحده ايه والتانيه الحث بالتقوى، عشان يبقى ايه برأ ذمته في الاول. هي في خلال الثلاث دقايق الاولانيه من الخطبه بيكون برأ ذمته، بعد كده يدي لنفسه حريه يتكلم بقى، يقول مثلا يا ايها الناس، بعد ما يحمد ربه بعدين يقول الشهادتين عشان فيها الصلاه على النبي، هتنتهي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس ان هو يعرف بعض التعريفات المتعلقه بالله عز وجل، يدبر الامر، يفصل الايات، يعلم السر والنجوى، هو الاول والاخر، تعريف بالله عز وجل حاجه جميل لا بأس، لكن مش شرط. احنا بنتكلم في الاركان. وبعدين يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به او تساءلون به، والارحام على قراءتين تمشي. خلص الايه والحمد لله. وبعدين يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، الكلام هنا موجه للذين امنوا بقى الحاضرين الاول، يا ايها الناس دي الايه للناس جميعا، الحاضر والغائب، كل الناس انسا وجنا. وبعدين يا ايها الذين امنوا للحاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يبقى عمل ايه؟ كده خلص الاركان الحمد لله. وبعدين اما بعد، ويدخل في الموضوع اللي عايز يتكلم فيه. داخل رمضان يكلمهم على فضائل رمضان. يعني ايه توصي بالتقوى؟ ايه توصي بالتقوى؟ معلش. اي لا مش شرط. يعني ايه وخلاص. يقول مثلا اي ايه فيها حث على مكارم الاخلاق. واخد بالك ازاي؟ اي ايه. لكن تعرف الناس بان الرسول كان في خطبته يبدا بهذه الايات صلى الله عليه وسلم. هم الشافعيه خدوها من ان النبي كان خطبته تبدا بهذه الاشياء، فابتدوا ايه يشوفوا كل حاجه من دي قسموها الى مواضيع، فقال لك يبقى بيبدا بالحمد، يبقى الحمد لله ضروري، وبعدين يصلي على النبي، يبقى الصلاه على النبي ضروري، يجيب ايه من القران تبقى ضروريه، يحث الناس على التقوى يبقى ده امر ضروري. كويس. ومش شرط التقوى بلفظ التقوى، ممكن يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، او اطيعوا ربكم الذي رزقكم. كويس. يعني اي حاجه تدل على المراد بعد كده. وبعدين يدعو في للمؤمنين والمؤمنات في الخطبه ايه الثانيه. احنا كنا واقفين على قوله ويشترط فيها ستر العوره، ده بالنسبه ايه للخطيب، يعني وهو واقف يخطب يبقى لازم طبعا يكون ساتر عورته، ويشترط فيها ستر العوره، اي في حق الخطيب لا في حق سامعيه. السامع يعني لو واحد قاعد وجلبيته شويه كده ايه شالحه شويه فمبينه جزء من فخده وهو قاعد يسمع الخطيب، صلاه جمعته صحيح، لان ستر العوره مطلوبه للسامع لحظه الصلاه. كويس. لكن لو هو قاعد مثلا كده، في بعض الناس لما يجي قاعد تبص تلاقي القميص بتاعه يترفع يبين جزء كبير من ظهره، بالذات لما بيكون لابس ايه بنطلونات ضيقه او حاجات مني، مش لابس فالينا من تحت، فيبان جزء من عورته اثناء سماعي للخطبه، لا يضر، لكن ده يضره بقى اثناء الصلاه. لكن الخطيب لازم يكون ساتر عورته. كويس. ويشترط فيها ستر العورة، أي في حق الخطيب لا في حق سامعيه. مش معنى كده أن اللي بيسمع نقول له عري عورتك، لا، علشان الإنسان في حال جلوسه ممكن إيه يتخفف شوي، في حال جلوس الإنسان بالذات لما يكون إيه يعني يكون يعني ضخم الجثة شوية، يعني جسمه كبير شوية وقاعد كده تلاقيه مريح شوية، فممكن يبان إيه حاجة من عورته، ما تضرش، صلاته صحيح ما يجراش. لكن نقول له برضه غطيها على سبيل الاستحباب عشان ما يصحش في اجتماع الناس الانسان يظهر جزء من عورته. فلا يشترط سترهم، وكذا طهرهم. واللي قاعد بيسمع افرض انتقد وضوءه اثناء خطبه الجمعه، انتقد وضوء اللي بيسمع، يقعد يكمل الخطبه واثناء ما يبتدي الخطيب يبتدي يدعي يسلت نفسه بسرعه كده يتوضا عشان يحضر الصلاه. لكن ما يشترطش اثناء سماع الخطبه يبقى متوضي. يستحب، يستحب للسامع ان يكون ساتر عورته متوضئا حال سماع الخطبه، لكن لا يشترط ان يكون متوضئا. فلو انتقد وضوء اثناء الخطبه ليس عليه ان يسارع بالوضوء. كويس. الا قبل ما يصلى، علشان ايه؟ لما يجي يشرع في الصلاه يكون متوضئ، فيعمل حسابه الفترة اللي بيدعي فيها الخطيب، الفترة اللي بيجلس فيها الخطيب بين الخطبتين، يبتدي يقرب شوية للميضأة، بيعمل حسابه علشان إيه؟ ينسلت سريعا ويتوضأ، دي لا بأس، ده بالنسبة. لكن الإمام انتقد وضوءه بيخطب فيها، يا إما يجي يخطب كده
يحزق جامد ويتكلم، فهو بيحزق كده خرج منه ريح ولا حاجه، انتقض وضوء، يقطع خطبته وينزل يتوضا كويس، يقطع خطبته وينزل يتوضا، الا ان يكون دائم الحدث، الا ان يكون الخطيب دائم الحدث، عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، فهو من اصحاب الاعذار، فساعتها بيتوضا قبل الخطبه بنية استباحة الصلاة لرفع الحدث، لأن الحدث مستمر كويس. وساعتها وهو بيخطب لو نزل منه خرج منه ريح، اللي هو حدث الدائم مش حدث أي حدث آخر، يبقى دائم الحدث ليه حدث دائم، هو ده الذي إذا خرج لا يتوضأ له، لكن لا يكون وضوءه صالحا بعمل كل الأحداث الناقضة للوضوء. يعني اللي عنده انفلات ريح لو نام نوما عميقا بغير متمكن المقعدة ينتقد وضوء يقوم يتوضا تاني، لو بال، لان حدث في الاتريح مش بول، يبقى لو بال انتقد وضوء، لو لمس امراه بشهوه او بغير شهوه عندنا بشره على البشره عند الشافعي انتقد وضوء، لكن لو خرج منه ريح لان ده حدثه عمل عمليه في الشرج عده مرات، زي بعض الناس يعمل عمليه في الشرج بس لا يقدرش يمسك الريح غصب عنه، يقعد له كده بتاع 6 7 شهور، وبعد الناس شهر، وبعد الناس على حسب حجم العمليه اللي اتعملت، فبيبقى هذا الانسان عنده مشكله في موضوع انه ما يعرفش يمسك الريح، يبقى في الحاله دي ده انسان عنده انفلات ريح. قد يكون هذا الانسان خطيب جمعه بيخطب الجمعه، وظيفته كده مسؤول عن مسجد وبيخطب الجمعه، يبقى لو خرج منه الريح ده اثناء خطبه الجمعه لانه ده حدث دائم يستمر في خطبته، لان ايه وضوءه ما زال صالحا للصلاه كويس، لانه استباح به الصلاه ولم يرفع به الحدث، اسمه دائم حدث. وشكرا بيقول لك هنا ايه، فلا يشترط للسامعين سترهم لكن يستحب طبعا، اما يقول لك لا يشترط يعني يستحب الستر، فلا يشترط سترهم وكذا طهرهم، يعني يستحب الطهر لكن لا يشترط، زي ما اتكلمنا او يجي وقت شرح فريضة الحج والعمرة، ربنا يسر لنا حج بيتي الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، لو بيسعى بين الصفا والمروة وانتقض وضوءه يستمر، لو حاضت المرأة أثناء سعيها بعد الطواف نزل الحيض فجأة تستمر في سعيها، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا حتى النقاء من الحيض للمرأة كويس، فيستمر في سعيه، ولو بان جزء من عورته أثناء سعيه سعيه صحيح، السعي بين الصفا، لكن الحاجات دي حصلت وهو بيطوف يضر، لو حصل الحاجات دي وهو يطوف لان الطواف صلاه، فهمت؟ وعلى شكرا بيقول ايه، وكذا طهرهم، واغرب من اشترط ذلك، يعني ايه بعض علماء الشافعيه في مصنفاتهم اشترطوا السامع كالخطيب في الطهر والستر، فبيقول لك ده غريب، المذهب ما يعرفش الحته دي غريبه دي، لكن هي مستحبة كما قاله الأزرعي، وإنما اشترط ذلك في حق الخطيب لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين كما قيل، وهو متلبس بفعلهما بخلاف السامعين، والظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبث، وطهارة الحدث والخبث، فلو بان احنا عندنا متصورين ان الخطيب الجمعة ممكن يخطب وهو محدث وصلاته تبقى صحيحة، في صورتين، صورة دائم الحدث وصورة فاقد الطهورين، صورة دائم الحدث وفاقد الطهورين، دي الصورتين اللي ممكن خطيب الجمعة يخطب وتبقى خطبته صحيحة كويس، فاقد الطهورين اللي هو لا يستطيع استعمال التراب ولا الماء اما حكما او حسا يعني مش ما عندوش لا تراب يتيمم ولا عنده ميه يتوضا او يغتسل كويس، يبقى في الحاله دي اسمه فاقد الطهورين، ده حسا مش لاقيهم مش موجودين كويس، وحكما يكون مريض لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استعمال التراب، زي واحد محروق في ايديه وفي وشه ودراعته محروقين وكفيه، والحرق الاطباء يقول لك ما تجيبش عليه ميه لمده اسبوعين عشان يخف، طب وبعدين الحته المحروقه دي كمان هيحط عليها تراب كمان ويتيمم، صعب والتراب هيلوثه كويس، فيبقى في الحاله دي طالما كفيه محروقين ووجهه محروق وده موضع وضوء وتيمم، الوجه والكفين موضع مشترك للوضوء والتيمم اسمه فاقد طهورين، يبقى ساعتها
هيصلي وايه على حاله. وعليه يبقى يعيدها ظهر بعدين لما يخف. وعليه إعادة الظهر بعدين لما يخف. لما يخف بعد أسبوعين ثلاثة أربعة يشوف هو صلى كم صلاة بالسورة دي فيعيدها تاني. يبقى طب بيصليها ليه الوقت لما هيعيد؟ لإدراك لحرمة الوقت. يصليها لحرمة الوقت، ولو مات قبل أن يبرأ تبقى ذمته بريئة. ولو وبعد كده لما يخف خالص يعيدها تاني ليه؟ لإدراك الصحة. لإدراك الصحة. الكلام ده كله برضه للي اتكسر وجبس واللي اتجرح وحط، كل ده على مذهب الشافعية، لأن الشافعية لا يجيز المسح على الجبيرة لكن يجيز الجمع بين الوضوء والتيمم ثم بعد ذلك إعادة ذلك مرة أخرى، خلافا للمالكية فيجيزون المسح على الجبيرة وليس عليه الإعادة، ووافقهم المزني من الشافعي. واضح الحاجات دي؟ كنا قلنا زمان في الوضوء لكن بنراجعه عشان انتم ما بتذكروش. وإنما اشترط ذلك في حق الخطيب لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين كما قيل، وهو متلبس بفعلهما بخلاف السامعين، والظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبث. قول وطهارة الحدث والخبث، فلو بان حدث الخطيب بعد الخطبة لم يضر، وكذا لو بان ذا نجاسة خفية تخريجا على إمام الصلاة في الجمعة. وقضية ذلك التخريج اشتراط كونه زائدا على الأربعين، وبه قال الزيادي. احنا عندنا الإمام في الصلاة، لو صلى الإمام وبعد ما صلى وإحنا صلينا وراه بان أن الإمام محدث، كان ناسي أنه متوضي ولا مش متوضي فصلى على أنه هو متعود يبقى متوضي، بعد ما صلى بالناس تذكر أنه مش متوضي بان أنه محدث، ليس على الذين صلوا خلفه الإعادة طالما بان ذلك بعد الانتهاء من الصلاة، ولكن على أيه هو الإعادة. كويس؟ فتخرجوا على نفس المسألة دي في خطبة الجمعة، لو بان أنه كان محدثا للي حاضرين وهو أزيد من الأربعين على اعتبار أن الأربعين هو نصاب الجمعة مثلا، يبقى أي لا حرج عليه تخريجا على نفس المسألة بتاعة الإمام في الصلاة. أدي معنى التخريج. وكذا لو بان ذا نجاسة خفية، نفس الحكاية، لقينا في ثوبه بعد ما صلى وصلى بالناس كويس، دخل الحمام فتش في ملابسه الداخلية لقى في أثر إيه لون كده نجاسة في ثوبه الداخلي، يعني الطريقة دي تبقى صلاته مش مظبوطة لنفسه على الأقل. طب هو هيروح يجيب المصلين اللي خلفه إزاي يقول لهم عيدوا؟ فتبقى صلاة اللي صلوا خلفه صحيحة، صلاته هو بس اللي بيعيدها، يزيل النجاسة دي ويبعد. لكن لو بان لهم أنه محدث أثناء الصلاة ضر، هنا ضر بقى، بان لهم أنه محدث أثناء الخطبة يضر هنا، وهو واقف في الخطبة كده الناس شايفة أثر النجاسة على ثوبه يضر هنا، يبقى لا يضر لو بعد الانتهاء. كويس؟ ينبهوه ينزل على طول يروح متوضي ويزيل النجاسة ويرجع يكمل، يبتدي بقى من جديد، يبدا الخطبه اركانها من جديد. زي ما يحصل في الصلاه برضه، انتقد وضوءه في الحال في اثناء صلاتي، بيخلف ايه واحد، ينيب واحد يكمل للناس الصلاه. لكن لو بان له انه غير متوضئ من الاصل يترك الصلاه ويقول للناس ايه لست متوضئا، يروح الناس طالعين من الصلاه وايه ويقيموا الصلاه من اول وجديد ويصلوا الصلاه من اول وجديد، كل ده اثناء الصلاه لو بان له اثناء الصلاه. لكن لو انتقد اثناء الصلاه، يعني بدا في الصلاه متوضئا ثم خرج منه ريح اثناء الصلاه، يعني انتقد وضوءه مثلا او زرعه قيء فخرج منه نجاسه فتنجس فمه، كل الحاجات دي تجعله مش قادر يكمل الصلاه. يبقى في الحاله دي الجزء اللي فات قبل ما يحصل الحدث ده صحيح، ويؤمر من خلفه واحد منهم انه ايه يتم بالناس الصلاه. دي الصوره دي مختلفه عن اللي بدا الصلاه وهو اصلا مش متوضئ وتذكر ذلك اثناء الصلاه، فيبقى في الحالة دي يخرجوا كلهم من الصلاة. لكن لو تذكر ذلك بعد الانتهاء لا يضر، يضر هو بس لكن ما يضرش اللي صلوا بقى. واضح الكلام ده؟ مهم الحاجات دي. ما انا بقول لك يعيد لنفسه، انما ما يضرش اللي صلوا خلف.
وبه قال الزيادي لكن نقل القليوبي عن الرمل خلافه وهو المتجه كما قال ابن قاسم لأن صلاته باطلة فلا يصح عد من الأربعين بخلاف خطبته فإنها صحيحة ولو أحدث في الأثناء في الأثناء هو يبقى ده لو بان في الآخر بعد ما خلص. هنا بقى الصورة الثانية في الأثناء، في أثناء ما بيخطب إيه أحدث أو في أثناء الصلاة أحدث. وجب الاستئناف، وجب الاستئناف يعني يبدأ من أول وجديد، عندنا الاستئناف يعني يبدأ بيه من أول وجديد، وعندنا البناء يعني يبني على مفاس. لما يقول لك استأنف الشيء يعني بدأه من أول وجديد، كويس؟ يبقى وجب الاستئناف هنا يعني يبدأ من أول وجديد، يتوضأ ويبدأ من أول وجديد. ولو أوم واحد يخطب بداله يبدأ الخطبة من أول وجديد، يقول الأركان من أول وجديد، كويس؟ وجب الاستئناف ولا يجوز له البناء، أو ولا يجوز له إيه البناء على ما سبق يعني بنفسه، زي اللي بيطوف مثلا، اللي بيطوف لو هو بيطوف، احنا بنطوف 7 أشواط حول الكعبة مش كده برضو، في الشوط الثاني او الثالث انتقد وضوءه، في الشوط الثاني او الثالث انتقد وضوءه، يشوف انتقد وضوءه عند اني خطوة خطاها من ناحية وجه من اوجه الكعبة، ويروح يتوضى ويجي يبني على ما فات، يجي يبني على ما فات. لكن لو هو بيطوف افتكر انه مش متوضى اصلا يبقى يستأنف، يروح يتوضى ويستأنف، يبتدي من اول وجديد. فهمتني بقى؟ واضح؟ بعد الامام بفترات بيكون عنده مثلا بارد او اي حاجه فيخرج دمه، هل ده يبقى محمل بنجاسه او المخاط ليس بنجس ولكنه مستقذر، فان خرج في مقدم الفم لا يبلعه اثناء الصلاه، واخد؟ طالما في مقدم الفم لا يبلعه، يطلعوا كده في ورقة أو في شيء من أو منديل، لأن المخاط ليس بنجاسة ولكنه مستقذر، ولكن ليس بنجس، يعني لو جاء على الثوب أو شيء من هذا ما يضرش، كالريق والدموع والعرق كل دي مستقذرات ولكنها طاهرة، مش كويس؟ لكن لو كان البلغم والمخاط بيجي خلف إيه حلقه، خلف مخرج الخاء، شوف قول لو كان ورا دي ورا المخرج ده يبتلعه ولا يضره، ولو كان قدام مخرج الخاء يضره لو ابتلعه في الصوم وفي الصلاة، في الصوم وفي الصلاة، لأن أمام الخاء يستطيع أنه يطلعه، لكن خلف الخاء دي حاجة لا إرادية هينزل غصب عنه ما يعرفش يطلعها دي، كويس؟ اختلف الشافعية الخاء ولا الحاء، لأن الحاء مخرجها ورا الخاء كده، وهي الحاء ولا الخاء؟ فاحنا نقول الخاء كويس لان الخاء ايسر، ايسر. لكن لما يجي يطلعه ما يقولش خ علشان ما يقولش حرف مفهم، لان لو قال حرف مفهم اثناء الصلاه يضر، واخد بالك؟ لكن يكح يروح ايه نطر، لان دي مش حرف مفهم. وبعدين اما يتنطر قدام يطلع ورقه منديل كده ولا كلينكس ولا حاجه يروح مطلعه من غير ما يقول تف، تف دي تف دي كلمة، فهمتني؟ ما ينفعش، واضح؟ الحاجات دي كلها قلناها زمان، بس انت ما بتحضرش يا صالح، اعمل لك ايه؟ ولا يجوز له البناء بنفسه وان تطهر عن قرب لانها عبادة واحدة. يعني حتى لو ايه؟ لو انتقد وضوء اثناء الخطبة وراح اتوضى في لحظة، يعني كانت مثلا ايه حجرة الإمام جنب المنبر فيها حنفية، راح دخل على طول خطوة واحدة اتوضأ مفيش دي أو رجع تاني برضه يعيد من أول وجديد، حتى ولو لم يطل الفصل، حتى ولو لم يطل الفصل، لأنها عبادة واحدة. ركعات الصلاة دي كلها مبنية مبناها واحد، ما ينفعش إيه ينتقد وضوءه في الركعة الثالثة وبعدين يروح يتوضأ بسرعة ويجي يبتدي من الثالثة، ما ينفعش، لأنها كالصلاة، بخلاف الطواف، بخلاف الطواف. ولا يجوز له البناء بنفسه وإن تطهر عن قرب، كويس؟ يعني لم يطل الفصل، لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهراتين كالصلاة، بخلاف ما لو أحدث بينهما وبين الصلاة. لو أحدث بقى بين الخطبتين، يعني قال لهم إيه بعد ما دعا بقى وأقم الصلاة وهو نازل من على المنبر انتقد وضوءه عشان يصلي بالناس، اللحظة دي ممكن يروح يتوضى ويجي يصلي الركعتين، كويس؟ بخلاف ما لو أحدث
بينهما وبين الصلاة وتطهر عن قرب بسرعة برضه، مش يطول الفصل بقى يجي للناس قرب العصر، وتطهر عن قرب. طب وحد القرب والبعد ايه؟ العرف اللي هو لما الناس ما تستغيبوش يعني، يعني العرف العادي كده يقول لك اه الامام معلش ده بيتوضا اصلا صاحب عذر، يعني معناه ان الناس تفضل واقفه كده هيجي ده في خلال دقيقتين يعني يجي، وبعدين قاعد 10 دقايق وقاعد يتكلم في المحمول وقاعد مش عارف ايه، وبعدين لقى راجل بتاع بطيخ واقف على الجامع جنب باب الجامع ابتدى يشتري بطيخ. ما ينفعش الكلام ده بقى، ما ينفعش، لان دي طالت الحكايه. فاهم؟ ولو استناب حالا من من يبني على فعله ممن حضر صح، لان الاستخلاف جائز كما هو ظاهر. اه يعني في الحاله دي لو في الاثناء واستناب، في الاثناء، في الاثناء وهو مثلا بين الخطبتين او بعد الخطبتين بين ده وده، وخلى واحد يصلي بالناس وراح هو يتوضى، صح، ما فيهاش مشكله دي. واحنا قلنا الطهارة من الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان، وكذا ما يتصل بها كسيف وعكازة ومنه المنبر، وما يتصل بها يعني ايه بالاشياء دي؟ يعني كسيف، انت عارف السيف كان زمان يبقوا معلقينه، وساعات كان ايه في خطبة الجمعة يمسك سيف كده يعني القوة يعني، واخد بالك؟ وبعدين اختفت هذه الايه المظاهر، كان ساعاته يمسكه سيف في يده، كان حتى الشيخ ياسين رشدي كان عنده سيف خشب كده يمسكه في خطبة الجمعة في مسجد المواساه الإسكندرية، على أساس إن دي مكتوبة في الكتب القديمة يعني. لا بأس، لكن لو السيف ده فيه نجاسة ومسكه يضر، لأنه بقت متصلة بيه. فهمتني؟ وكذا لو كانت إيه؟ لو كان المنبر نفسه، درجات المنبر اللي هو واقف عليها فيها نجاسة ووقف عليها، يبقى برضه يضر، لازم يبقى المكان طاهر اللي واقف عليه. وعكاز، وفي بعض الناس تمسك عكاز، عكاز كده وهو واقف يخطب ساند عليه، سنه يعني جميله حلو، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمسك عكازه كده وهو يخطب، لا باس، بس بالشرط تبقى طاهره، ما ينفعش يبقى فيها نجاسه، لانها صارت بمنزله الثوب وملحقاته، ملحقات الثوب والزينه، واخد بالك؟ زي السيف والعكازه والحاجات دي، دلوقتي الكرافته ومش عارف ايه، دي حاجات تبع الايه؟ الزينه، فما ينفعش برضه كرافتته تبقى عليه، ولا العبايه ولا الايه العمامه بتاعته ولا الطيلسان اللي هو الشال، وان كان غير لازم لستر العوره، لكنه ده من كمال الزينه برضه، ما ينفعش طالما حطه على جسمه، لازم كل الحاجات دي تبقى طاهره. كويس؟ فلو كان فيه نجاسه كالعاج الماخوذ من عظم الفيل كما يقع كثيرا. اصل عندنا احنا العاج ده نجس عند الشافعيه، لأن الفيل لا يحل أكله عندنا، لا يحل أكل الفيل عندنا، فحتى لو زكوا الفيل وخدوا العاج بتاعه فهي من ميتة، والميتة نجسة، الميتة نجسة. كويس؟ فلا، والعاج عظم الميتة ده نجس، والعاج ده هو عظم الفيل عند الشافعية خلافا للملكية، الملكية بيجيزوا هذا، عشان كده كان في بعض المشايخ الملكية زمان يبقى معاه منشة اليد بتاعتها عاج، يبقى ده شيخ ملكي، الشافعية ما يمسكوش أبدا. كان زمان أيام جد، أنا كان راجل من حفاظ القرآن وكان من أهل الأزهر، جد أمي، فكان عنده برضه منشة كده شفناها من ضمن آثاره يدعي عاج، فسألنا على مذهبي قالوا مالكي، فعرفنا إنه ملكي، لكن الشافعية لا، ما يمسكوش الحاجات دي أبدا. لأن بيعتبروها إنها إيه؟ ميتة، ميتة نجسة. لكن الامر في ساعه، على اي حال في خلاف في المذاهب. كالعاج الماخوذ من عظم الفيل كما يقع كثيرا، فان كانت النجاسه في الموضع الذي تحت يده او رجله ضر مطلقا، وان كانت في غيره وقبض على محل طاهر منه، فان كان ينجر بجره ضر ايضا والا فلا. لو كانت النجاسه يعني قريبه منه لكن مش في الموضع اللي لمسه ما يضرش. كويس؟ ولو كانت قريبة منه مش الموضع اللي لمسه، لكن لو حرك نفسه تيجي عليه يضر. والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أول ركعتين في جماعة،
يبقى بعد ما خلص شروط الجمعة، احنا قلنا شروط الجمعة خطبتان، فرائدها ثلاثة، خطبتان واتكلم عليهم وشرائط الخطبتين، والتاني ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن، والثالث بقى من فرائض الجمعة أن تصلى ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة، ويشترط وقوع هذه الصلاة بين الخطبتين بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين. كويس؟ وعشان كده بيقول إيه؟ والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى محل الشرطية قوله في جماعة على ما صنعه الشارح. وتقدم أن الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني جعل قوله أن تصلى ركعتين شرطا، وقوله في جماعة شرطا آخر، وفيه نظر كما مر، بضم أوله تصلى يعني أي وفتح ثالثه مشددا فهو بالبناء للمجهول، تصلى في جماعة أي ولو في الركعة الأولى فقط، فلو صلوا جماعة في الركعة الأولى ونووا المفارقة في الثانية وأتموا منفردين صحة الجمعة، فالجماعة إنما تشترط في أولاها بخلاف العدد، فلا بد من دوامه إلى تمامها، فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن أحدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع. يعني لو كان عدد اللي بيصلوا 40 بالظبط وجاء انتقد وضوء واحد منهم أثناء الصلاة فبطلت صلاته، بطلت جمعة الكل، لأن احنا عندنا أقل من 40 لا تنعقد جمعة، الشافعية كده، واحنا قايلين إن الملكية عندهم 12 غير الإمام. كويس؟ يعني فيها ساعة، المسألة فيها ساعة في العدد، لكن الشافعية عندهم 40 مهمة. الأحناف عندهم 3-2 والإمام رأي، وفي رأي 3 والإمام، يعني 4 تمشي. دول مين؟ الأحناف. طب وإحنا كشافعية وما عندناش إلا 3 موجودين بس، أهل الحي كله ما فيش إلا 3 والباقي تركين صلاة، يقسم كل الحي والثلاثة دول يصلوا ظهر ويروح، ليس عليهم جمعة. كويس؟ لحد ما ربنا يهدي الحي بقى كله، الناس تيجي تصلي الجمعة وربنا يهديه. لكن على مذهب الأحناف واحد منهم يخطب والاثنين يعدوا يسمعوه ويصلي جمعة ويمشي. كويس؟ يبقى دي فيها مسائل خلافية في المذاهب. أنا أنصح في مثل هذه الصور إنه يخطب ليهم ويصلي جمعة ويخلص ويقوم يصلي ظهر، واخد بالك؟ يعمل كده. يبقى ايه؟ لان عندنا الجمعة ليست مسقطة للظهر الا بشروط، عند الشافعية ليست مسقطة للظهر الا بشروط، اما الاحناف والحنابلة فهي مسقطة للظهر مطلقة. كويس؟ وان كانوا قد سلموا وذهبوا الى بيوتهم، يعني تبطل صلاتهم كلهم لو هم عددهم 40 بالظبط، واحد احدث قبل ما يسلموا، يقول لك تبطل صلاتهم كلهم ولو رجعوا للبيت لبيتهم وما يعرفوش، بطلت صلاتهم كلهم. وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم، وبهذا يلغز، دي لغز يعني إيه؟ سؤال كده يعني يكون غامض شوية يمتحنوا بيه الطالب الشافعي، يعني فاهم الفقه كويس ولا لا؟ وبهذا يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت، تبقى إيه؟ الشيخ يسأل تلميذ امتى لما واحد صلاته تنتقد في المسجد تبطل صلاة اللي قاعد في بيته؟ طبعا سؤال كده التلميذ يتلخبط، ايه علاقة اللي قاعد في بيته باللي قاعد في المسجد؟ فهمتني؟ هي الصورة دي بس، يقول له لو كان صلى الجمعة في هذا المسجد وكان عددهم 40 بالضبط فبطلت صلاة اللي في المسجد وده ذهب بيته بعد انتهاء الصلاة ولا يعرف، بطلت الصلاة، واخد بالك ازاي؟ ادي ايه حل الايه؟ الفزوره بمناسبه رمضان. ويشترط وقوع هذه الصلاه بعد الخطبتين، يعني ما ينفعش يصلي الصلاه الاول ويخطب بعد الصلاه زي في العيدين وزي في الكسوف والخسوف، ما ينفعش، لازم تقع الصلاه بعد الخطبتين مش قبل الخطبتين زي صلاه العيدين. قد تقدم ان كل الخطب بعد الصلاه الا خطبتي الجمعه وعرفه، في عرفة والجمعة، بقية خطب العبادات كلها الكسوف والخسوف والاستسقاء وصلاة العيدين كل الخطب دي بتبقى بعد الصلاة إلا الجمعة وإيه وصلاة
الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة في مسجد نمرة في صبيحة عرفة للحجاج، ده برضو الخطبتين قبل الصلاة. كويس. وقد تقدم أن كل الخطب بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فإنهما قبلها، وخطبة الاستسقاء يجوز فيها الاثنين، عندنا خطبة الاستسقاء قبلها وبعدها تنفع. قول وهيئاتها أي سننها المطلوبة، وهيئاتها أي سننها المطلوبة لها. فالمراد بالهيئة هنا السنة المطلوبة للجمعة، لا السنة التي لا تجبر بسجود السهو، لأن ما ذكروه من الهيئات هنا خارج عن الصلاة فلا يتوهم جبره بسجود السهو حتى يصح فيه. وقد سبق معنى الهيئة أي السنة التي لا تجبر بسجود السهو، وكلام الشارح قد يشعر بأن ما سبق مراد هنا وليس كذلك لما علمت، فكان الأولى بل المتعين إسقاط ذلك. يعني ما كانش حقه يقول هيئتها وإيه كما عرف من قبل، لأن الهيئات تكلم فيها في الصلاة، وقال إن في الصلاة سنن الصلاة هيئات وأبعاد، مش كده فاكرين؟ والهيئات في الصلاة هي التي إذا تركها أو نسيها لا تجبر بسجود السهو. فالهيئة دي اللي هناك في الصلاة دي حاجة في الصلاة جوه الصلاة، لكن هنا عايز يقول السنن المتعلقة بالجمعة خارج الصلاة، فازاي يسميها هيئة ويقول لك كما عرفنا من قبل؟ طب ما عرفنا من قبل انها لا تجبر بسجود السهو، هو يقصد انها هيئات خارج الصلاة ولا تجبر بسجود السهو، يعني ما تحتاجش سجود السهو بس، ادي الحكاية. فكان الاولى ما يقولش الكلمة دي عشان ما تلتبس على الطالب وهو بيذاكر يعني وبيقرأ في مثل هذا. أربع خصال، يبقى فيه حاجات يسن للإنسان إنه يعملها قبل ما إيه ما يصلي الجمعة. أربع خصال منها طبعا غسل الجمعة، هي أكتر من كده بس هو عايز يقول لك إيه الحاجات المشهورة عشان تحفظها. الغسل الجمعة طبعا كل الناس بتستحمى يوم الجمعة، غسل الجمعة ده شيء مطلوب، يلبس الثياب البيض ويحط الطيب ويقص ضوافره، مش كده؟ يبكر للمسجد، يجي بدري مش يجي بعد ما الخطيب يطلع على المنبر، يبقى دي اسمها سنن ايه مستحبة ايه لصلاة الجمعة. اربع خصال اي بعد التطيب مع اخذ الظفر خصلة واحدة كما يقتضي صنيع الشارح، ويصح عد الغسل وتنظيف الجسد خصلة واحدة، وهذا اشهر وهذا اظهر من صنيع الشارح. والمراد ان المذكور منها هنا اربع خصال فلا ينافي انها تزيد عليها الحاجات اللي ما قالهاش عايز يقولها لك في الحاشية. فمنها قراءة الكهف، سورة الكهف يومها وليلتها، يقرأ سورة الكهف، عندنا الأفضل يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني يقرأ مرتين، لأن وارد حديث إيه لقوله من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة يعني نهار الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، دي رواية البيهقي. وفي من قرأها ليلة الجمعة، ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. يبقى عندنا هنا في حديث تكلم على الليل وحديث تكلم على اليوم، فعشان كده الاكمل انه يقرا سوره الكهف مرتين، مره بليله الجمعه ومره في نهار الجمعه، ده الاولى، فان لم يستطع فمره وخلاص. كويس. ومنها كثره الدعاء يومها، يكثر من الدعاء، لان يوم الجمعه ده ايه فيه ساعه اجابه مستجابه ويوم مبارك عموما، فايه فالافضل انه يكثر فيه من الدعاء يومها وليلتها، لأن في يومها ساعة إجابة فيرجى أن يصادفه. ولقول الشافعي بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة. ومنها كثرة الصدقة، يحاول يطلع صدقات، يطعم مساكين، يعمل خير، كل الحاجات دي، لأن في مواسم الخير لو عمل العبادة بتبقى أرجى للقبول منها في غير مواسم الخير. ومنها كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. يعني كانت الناس زمان متعودة تمسك لك كتاب دلائل الخيرات، أنا يعني زمان وإحنا أطفال صغيرين كنا نلاحظ الحكاية دي. أنا مثلا كنت أشوف أبويا وأنا طفل صغير عنده كتاب كده اسمه دلائل الخيرات، ما كنتش أعرفه غير من أبويا. طول السنة أبويا ده كان مهندس يعني بيشتغل طول النهار والليل وينام يعني مشغول، يجي يوم الجمعة عليه من صلاة الفجر بعد ما يصلي ماسك دلائل الخيرات ده يمسكه يقرأ كله صلاة على النبي، يختمه كله كل يوم جمعة، وكان جيله كله معظمه كده. أسأل زمايلي يقولوا لي أباهنا بيعملوا كده، كان مشهور كتاب دلائل الخيرات كان لا يخلو منه بيت مسلم، لأنه مليان صلوات على النبي وكتاب فيه بركة كبيرة.
قال المذهب الوهابي شكك الناس في جواز الصلاة على النبي بغير صيغة التشهد أم لا، الجماعة الوهابية. طبعا ابتدت الناس تهجر ايه كتاب دلائل الخيرات، وحتى كان زمان المساجد واحنا اطفال تلاقي المصاحف وكتاب دلائل الخيرات جنبيه، واخد بالك ليهم كده علشان الناس تيجي يوم الجمعه اللي قرا الكهف ياخد كتاب دلائل الخيرات يقعد يصلي على النبي. تمشي الامور. لما انتشر المذهب الوهابي والناس راحوا تعاقدوا في السعوديه واشتغلوا وربوا عيالهم هناك ورجعوا بلادهم، رجعوا بافكار غريبه، واخد بالك، منها انه لا يجوز الصلاه على النبي الا بصيغه التشهد، هي الصيغه الابراهيميه، والا يبقى مبتدع وضلالة، ولو كانت خيرا لعلمنا النبي، ولو كانت ولما لم يفعلها النبي إلا أنها ليست خيرا وأن النبي علمنا كل مواويل، واخد بالك، يقول لك أدلة غريبة الشكل وليست في موقعها. فالكتاب دلائل الخيرات كتاب من الكتب العظيمة، بلاش صل أنت على النبي بأي صيغة، واخد بالك، تكسر من الصلاة على النبي بأي صيغة، صلي على النبي يوم الجمعة 1000 مرة وكل يوم 200 مرة، 100 الصبح و100 بالليل، اعمل لك ورد كده 1000 صلاة على النبي يوم كل يوم جمعة، وتيجي يوم تاخد براءة عتق من النفاق من النار وبراءة من النفاق اللي يصلي على النبي 1000 مرة، حاجة جميلة. في حاجات كده اسمها عتقات كان يعلمها لنا مشايخنا، اللي هي ايه عشان تعتق من النار، منها انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم 12000 مرة، مرة في عمرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، تعملهم 12000، دي عتاق، عتاقة يعني تعتق من النار، ومنها انك تصلي على النبي 1000 مرة. فكان الناس الطيبين يحبوا يعملوها كل يوم جمعة، صلوا على النبي 1000 مرة. انت لو مسكت كتاب ده عليه الخيرات واصليت على النبي منه وخلصته اكتر من 1000 مرة فيه، كويس. وبعدين ميزة الصلوات اللي بيبقى كاتبها العلماء دي بتبقى اولا صيغ بتذكر معجزات النبي في خلالها، بتذكر بعض فضائل النبي في خلالها، فبتبقى دراسة وتعليم وتعريف بالنبي وعبادة في آن واحد، كل ده بتتم في آن واحد، فبتبقى فيها فضائل أخرى كثيرة. وممكن تاني إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 70000 مرة في عمرك، دي برضو عتاق، دي عتاقات معروفة كده تعرف عليها الناس. ومنها إنك تصلي 40 وقت في مسجد النبي لا تفوتك صلى الله عليه وسلم، لا تفوتك فيها تكبيرة الإحرام 40 وقت، دي كل دي عتاقات الإنسان يحاول يحرص أن يعملها مرة في عمره، يجمعها كده مرة في عمره براحته. ومنها أن يقرأ قل هو الله أحد بالبسملة 100000 مرة، مرة في عمره، يقسمها كده كل يوم 100 مرة على بعد بقى إيه، شوف بقى كام 1000 يوم، بعد 1000 يوم يكون خلصها 100000. سهلة، ما هو 1000 يوم دي يعني كام، يعني 3 سنين، الحكاية سهلة، ده عمرك الأيام بتجري، كل يوم ورد يصلي على ايه، اقرا قل هو الله احد 100 مرة. كان البواب بتاعنا عم رمضان رحمه الله في المنيل كان ورده كده، يصلي على النبي كل يوم 100 مرة ويستغفر 100 مرة ويقرا قل هو الله احد 100 مرة كل يوم طول عمره كده، كان ورده كده. يقول لك كان في راجل شيخ وانا طفل قال لي واظب على كده، الراجل فضل مواظب لحد ما بقى عنده 85 سنة، كان يقعد يمكنس السلم وشغال في قل هو الله احد والصلاة على، كان راجل يعني ولي، بوابه كان ولي رحمه الله، كان يرى النبي كثيرا في الرؤى، وكان لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان عنده صلاح كده وذكر، كان يا إما شغال ويقضي طلبات السكان، يا إما قاعد بيصلي على النبي بيصلي بيقرأ قرآن، مالوش دخل، كان راجل طيب رحمه الله. وربنا كتب له يحج ويزور النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه عاش طول عمره يمكن ما شالش 50 جنيه على بعضها، أهل العمارة اللي هو رباهم وكان أهل العمارة بيحبوه، بعتوا له تذكرة وحجزوا له حج فاخر، وراح حج مع بهوات وخد بوزارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده 80 سنة ساعتها، وربنا كرمه يعني وإيه وقدم عليه رحمه الله. فدي اعتقاد كثيرة، في اعتقاد كثيرة الواحد يحرص أنه يحاول يعملها بقدر الإمكان. يبقى كثرة الصلاة على النبي دي أمر مطلوب كل يوم طول عمرك، لكن يوم الجمعة أولى، أشد الأيام طلبا، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لخبر أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة وغفرت له ذنوب 80 سنة. وعشان كده شيخنا السيد عبد الله الصديق الغماري جعل لنا ورد أننا نصلي على النبي كل يوم جمعة 80 مرة بعد عصر الجمعة، عندنا وردنا كده واخدينه من شيخنا،
ايه بالاسناد المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، ونجيزكم به ان تصلوا على النبي 80 مره بعد عصر يوم الجمعه طول عمرك كده، تخلص صلاه العصر تختم الصلاه تصلي على النبي 80 مره. لو عايز الصيغه بتاعتنا نديها لك، وارده في حديث اخر، لكن اي صيغه دي جائزه. الصيغه اللي احنا خدناها لانها وارده في حديث من قال يوم 80 مره اللهم صل على محمد عبدك نبيك نبيك ورسولك عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى لا بس بس هي الصيغه دي، هي الصيغه دي يا اخي ما تلخبطنيش. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي بس. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي بس 80 مره سهله. واخر مره بقى في الـ80 تقول وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، تروح واخده سلم تجيب لك الباقيين دي من عندنا علشان ما تبقى الصلاه مبتوره يعني، لان احنا عندنا الصلاه لما تبقى لازم تكون شامله التسليم حتى لا تكون صلاه مبتوره. لكن هو وارد نص كده حديث مروي ان اللي يقول ذلك بهذه الصيغه بس، فالسيد عبد الله لانه كان يغلب عليه الحديث امرنا بهذه الصيغه فقط، فلا بأس. ايه بعد عصر يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. يقول لك يعني وانا عايش 80 سنة يعني عشان تغفر لي ذنوب؟ طب ما هو ما غفرت لكش هترفع درجات، هتاخد ثواب، ما تقلقش يعني. وهات الآل معاهم. أكثر الصيغة الكاملة، الصيغة الكاملة من حيث المعنى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، دي أكثر صيغة كاملة. فيها الصلاة على الآل، فيها الصلاة والتسليم، واخد بالك؟ وخلاص. لكن في صيغ كثيرة بقى بتذكر فيها فضائل نبيك فبتعرفك فضائل النبي. فبيندرج فيه. زي صلاة سيدي بن بشيش، أهل الكشف قالوا أنها تعدل قراءة دلائل الخيرات 800 مرة. صلاة سيدي بن بشيش، اللي إحنا بنقولها يوم الجمعة هنا. اللي يقولها مرة واحدة تعدل كأنه قرأ دلائل الخيرات 800 مرة اللي احنا بنقراها بعد صلاة الجمعة كل جمعة دي. قال الكشف قالوا لما تحويه من معاني، لما تحويه من معاني وفضائل كثيرة، فلا بأس. الأذن؟ اه يلا أذن. لا لا دلوقتي هو على 56. أذن يلا توكل على الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على ومنها التبكير إليها، دي برضو من السنن اللي إيه موتها الناس الآن، سنن ميتة والتبكير لصلاة الجمعة. يجي في الساعة الأولى أو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة، اللي يجي في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، الثانية فكأنما قدم بقرة، والثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، وبعدين بعد كده فكأنما قدم دجاجة، وبعدين فكأنما قدم بيضة، حتى إذا صعد الإمام على المنبر خلاص. الساعة الأولى يعني قال لك يعني مع حل النافلة، يعني مع وقت الضحى كده، يعني الساعة 7 الصبح دلوقتي بالتوقيت بتاعنا، على 7 الصبح يروح الجامع كده، 7 7 ونص 8، ده الساعة الأولى. ويفضل قاعد بقى يصلي على النبي، يقرأ سورة الكهف، ويصلي 8 ركعات الضحى، ويصلي ما شاء من النوافل، يقعد بقى ويصلي سورة آل عمران لأنها مستحبة أيضا يوم الجمعة، ويصلي سورة الجمعة والمنافقون، ويقعد بقى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عنده وقت متسع، فين على الامام يجي الساعه 1؟ حلو قوي. يوم ايه يحضر صلاه الجمعه ويروح بيته بعد صلاه الجمعه ايه جعان وعايز ينام، لانه ما افطرش بقى، ما مشغول من الصبح. كان الصحابه كده، حديث قريناه في البخاري النهارده كده، كانوا الصحابه كده يخرجوا من صلاه الجمعه جعانين وعايزين يناموا، فيصدقوا ياكلوا حاجه بسرعه ويناموا بقى يسرع، لان ما لم يقيلوا الا بعد صلاه الجمعه للتبكير. فنحاول ايه نعيد سنة التبكير دي، سنة جميلة. ومنها التبكير اليها لغير امام، الا الامام ما يبكرش، الامام يسن ان يجي على المنبر على طول، ده للامام بس كويس، ده الامام ما يبكرش، يبقى المصلي هو اللي ايه يبكر. ليه؟ لان الامام برضو ايه اما يبكر يجي وقت بقى الخطبة يلاقي نفسه تعبان ومرهق ومش عارف يخطب، ينام بقى على المنبر. فلازم برضو ده يبقى ايه قاعد مريح نفسه كده، في يجي مرتب افكاره، يعرف يقول كلمتين حلوين الناس تستفيد بيهم. ومنها التبكير إليها لغير إمام لخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسلها يعني، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة الحديد. أما الإمام فيسن له التأخير، أحدها أي الخصال الأربع الغسل، أي لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد. واجب هنا مش بالمعنى الواجب اللي في أصول الفقه، علم أصول الفقه ده علم نشأ بعد ذلك، أما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى واجب بالمعنى الحقيقي إذا كان محتلما، لأنه يجب، وإن لم يكن محتلما يبقى واجب هنا بمعنى مؤكد، يعني مؤكد كويس، أي متأكد، بدليل خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ ونعمة الخصلة الوضوء. ومن اغتسل فالغسل أفضل، أي ومن اغتسل مع الوضوء فالغسل معه أفضل من الاقتصار على الوضوء، ولو تعارض الغسل والتبكير يقدم ايه؟ لو كان هيغتسل يقوم يتأخر شوية، لكن لو ترك الغسل يجي بدري، والاثنين سنة، يقدم ايهما؟ يقدم الغسل للاختلاف في وجوبه، لان الغسل هنا واجب عند ايه الاحناف، غسل الجمعة واجب عند الاحناف، لكن التبكير بالاجماع سنة، فلما يتعارض الغسل والتبكير نقدم الغسل للاختلاف في ايه؟ في وجوبه. زي لو تعرضت العقيقة والأضحية، يعني هو اتولد له عيل وعليه يعمل له عقيقة مستحب، والعيل ده كانت عقيقته قرب العيد عيد الأضحى، فيجيب أضحية ولا يعمل عقيقة؟ أيهما أولى؟ الأضحية، للاختلاف في وجوبها أيضا،
لأن العقيقة سنة بالإجماع والأضحية واجبة عند الإيه؟ عند الأحناف، فيقدم الأضحية على العقيقة. نفس الحكاية هنا. لا، الأولى هنا إنه يحضر الخطبة من أولها، كويس؟ لأن هنا حضور الخطبة من أولها واجب، واخد بالك؟ متعلق بالصلاة ذات. إحنا هنا التبكير، يعني يحضر بدري، واخد بالك؟ ولو تعرض الغسل والتبكير قدم الغسل، لأنه قيل بوجوبه، وبدله كذلك. بدله اللي هو التيمم، بدل الغسل التيمم. فلو تعارض التيمم والتبكير نقول له لا، التبكير اولى، فيقدم على التبكير فيما لو تعارض كما ارتضاه البشبيشي، ويندب الوضوء لذلك الغسل كسائر الاغسال. اي غسل احنا قايلين من سننه ان يتوضا وبعدين يعمم بدنه على الماء، مش كده برضو؟ فيندب الوضوء لهذا الغسل، يتوضا الاول ويعمم بدنه. ولا يبطل هذا الغسل، ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابه. يعني هو اغتسل للجمعة بعد صلاة الفجر، ما هو بيدخل وقت الغسل الجمعة من بعد صلاة الفجر، وأفضله قبل الذهاب للمسجد على طول. فهو اغتسل بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، ثم أحدث أو حتى أجنب، فلا يبطل غسل الجمعة، عليه إعادة غسل الجمعة، يعني يغتسل الجنابة بقى وخلاص، لكن غسل الجمعة تأتى، كويس؟ طب أحدث، ما عليهوش إن يعيد غسل الجمعة تاني، يتوضى وخلاص، كويس؟ يعني ايه؟ ليس عليه اعادته. ولا يبطل هذا الغسل حدث ولا جنابه، لكن تسن اعادته كذا في العباد، تسن ولا يجب. وتعقب ابن حجر في شرحه بان عباره المجموع مصرحه بعدم استحباب اعادته في العباب، قال لكن تسن اعادته. الامام النووي في المجموع قال لا، لا يستحب اعادته للحدث، بل محتمل لعدم استحباب اعادته للجنابة، واعتمده سم على التحف. انت عندك اعتمده ايه؟ طيب، على اي حال عايزين نبقى نراجعها كده في نسخة معتبرة. الظاهر ده اسم احد العلماء فناقص. يعني قوله لمن يريد حضورها، اي بخلاف من لم يرد حضورها. افرض واحد مش ناوي يصلي الجمعة، يبقى لا يسن في حق غسل الجمعة كمسافر، يعني راجل ليس فرضا عليه، او امرأة لا تصلي الجمعة هتصلي ظهر في البيت، يبقى لا يسن في حقه ايه؟ انه يغتسل للجمعة، لان غسل الجمعة متعلق بحضور الصلاة، بخلاف غسل العيد متعلق بالعيد نفسه. فهمتني؟ غسل العيد ده حتى لو مش هيقدر صلاة العيد برضه يغتسل، لانه ده لكمال الزينة في العيد. انما غسل الجمعه متعلق بحضور الجمعه، فلو مش هيحضر جمعه للاعذار اللي احنا قايلينها لمن لا يصلي جمعه، يبقى ساعتها لا يستحب في حقه ان يغتسل للجمعه. يجمع النيتين جائز. طبعا لو جمع النيتين تبقى حلو. يعني بيقول لو اجنب فهله ان يغتسل غسل واحد يتاتى به رفع الجنابه والجمعه. نعم، بغسل واحد بس ينوي معنا ايه؟ يعني ينوي رفع حدث الجنابة والجمعة. فإن قال نويت الغسل رفع الجنابة ولم ينوي الجمعة، يبقى يستحب له أن يغتسل غسلا آخر الجمعة. كويس؟ بخلاف من لم يرد حضورها فلا يسن له، وفارق غسل الجمعة غسل العيد حيث لم يختص بمن يريد حضوره، بأن غسل الجمعة للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، وغسل العيد للزينة وإظهار السرور، وده مطلوب حتى في بيته، كويس؟ لكن غسل الجمعة ده عشان هيحضر مع الناس، فالناس ما تتأذاش من رائحة بعضها البعض، مش كده برضو؟ فيغتسل الجمعة عشان كده. من ذكر أو أنثى، الحاجات اللي أنت بتشوفها دي على فكرة بتفرق مع المسلمين، اللي يعيش في بلاد غير المسلمين يعرف إن المسلمين دول ما لهمش رائحة وحشة. تقعد في الجامع مليان مسلمين ما تلاقيش فيه ريحه وحشه، لكن اركب المترو كده في باريس في فرنسا ساعه الذروه، انا ركبته عده مرات، رحت انا باريس سنه 75 وقعدت فيها 3 شهور، كنت اركب المترو الساعه 2 الظهر وقت خروج الموظفين، بقوا زحمه، تبقى مش طايق رائحه الناس. واحنا متعودين على مصر الاتوبيس الناس بيبقى طالع من الشبابيك ومن الباب وزحمه وما بتبقاش فيه ريحه وحشه،
عشان تعرف قيمة بس أمة النبي، إن أمة نضاف، أمة النبي نظيفة بسبب إيه؟ العبادات دي، بيغتسلوا ويتوضأوا والحاجات دي كلها مخليهم نضاف، ملهمش رائحة كريهة. لكن لما تروح البلاد بره اللي أنت بتتفرج عليهم شكلهم حلو كده، لكن قرب لهم تلاقي ريحتهم كريهة جدا، لأن عندهم استنجاء، ما عندهمش استنجاء، تخش دورات المية عندهم ما فيش مية، تلاقي عندهم شوية ورق كلينكس وشوية كلام، حتى ما فيش حتى شطاف. ويمكن انت بتلاحظها في بعض الفنادق عاملينها بنفس النمط الاوروبي، فتلاقي ما فيهاش شطاف، تلاقي نفسك متضايق. المسلم متعود يحب الميه ويحب النظافه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس النظافه، لدرجه ان الهنود عندهم نسبه العمى بين السيخ والهندوس عاليه جدا. عمى، العمى يعمى، اطفال الهندوس والسيخ بيعمى. ليه؟ لانهم لا يشطفون اطفالهم وما يغسلوش وشهم، فتلاقيهم معمصين والعماص جوه عينيهم، يقوم يجي لهم رمض متكرر فيعموا، لما يكبر الواد يعموا، عندهم نسبه العمى عاليه في البلاد بتاعتهم. لكن بين مسلمي الهند نادره، ده اطباء الهند نفسهم عاملين احصائيات كده. احنا عندنا في الهند حوالي 300 مليون مسلم، في الهند 300 مليون مسلم، يعني اكتر من العرب المسلمين كلهم مجموعين، ده الهنود بس. في الصين 400 مليون مسلم، يعني أمة النبي أغلبها من غير العرب، أمة المسلمين أغلبهم من غير العرب، العرب دول قليلين قوي في وسط أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده عدد بسيط جدا. وإن كانت العربية اللسان مش الجنس، كل من تكلم العربية عرب. فلاحظوا حتى نفس الهنود أطباء الهند الرمد، أطباء العيون في الهند، إن أطفال ولاد المسلمين عينيهم سليمة وما بيعموش، وأطفال ولاد غير المسلمين الطوائف غير المسلمة هناك عندهم نسبة العمى والرمد عالية قوي. قعدوا يعملوا ابحاث، قال عشان بيتوضى، عشان بيتوضوا 5 مرات في اليوم. مجرد انك تغسل وشك 5 مرات في اليوم كده ل5 صلوات، دي شوف منعت العمى عن ناس كثيرين. شفت بقى سنه نبيك فيها رحمات ازاي، وفيها اعجاز كبير ازاي. احنا مش حاسين بالنعم دي لاننا اتولدنا مسلمين وعايشين فاهمينها انها حاجه، لكن اول ما نروح بلاد غير مسلمه تشوف بقى الفرق، تشوف الفرق الكبير بين عادات المسلمين الحلوه النظيفه وبين عادات غيره. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الصين مش دوله اوروبيه، الصين في اسيا. بيأذنوا هناك، بيأذنوا هناك في كل اوروبا في اي حته. بس بعض الدول بلاش في الميكروفون، اذن زي ما انت عايز. في بعض الدول يقول لك من الميكروفون كمان ما يجراش حاجه، ما هم مش فاهمين حاجه. لكن على اي حال لو تركوا الامر على حاله دون محاربه ولا تشجيع لتحولت اوروبا الى الاسلام في خلال 20 سنة. ده اهل اوروبا نفسهم بيقولوا كده، اهل اوروبا نفسهم بيقولوا كده، لو سابوا الامر على ما هو عليه بدون بس ما يشوهوا صوره الاسلام والمسلمين. يعني يسيبوا الامر على ما هو كده، لا يحاربوا ولا يشوهوا، يسيبوه كده لعدته، هتبص تلاقي اوروبا كلها تتحول تبقى مسلمه. دلوقتي يعني نسبة المسلمين في أوروبا عدد كبير، لدرجة إن الفرنساويين في فرنسا دلوقتي بيقول لك إن في خلال 50 سنة يمكن رئيس فرنسا يطلع أصله جزائري ولا مغربي، واخد الجنسية الفرنسية. يعني قلقانين من المشكلة دي على أي حال، أصبحوا أغراب في بلادهم. لكن على أي حال الله متم نوره ولو كره الكافرون. من ذكر أو أنثى، بيان لمن يريد حضورها، وعلم من ذلك أنه لا فرق بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه. يبقى غسل الجمعة ده مطلوب لكل اللي هيحضر الجمعة، هتاخد عيالك معاك الجمعة، الأطفال دول مش واجب عليهم الجمعة، لكن هتاخدهم معاك أنت الجمعة عشان تعودهم، خليهم يتسحموا ويغيروا هدومهم عشان ما يأذوش الناس برائحتهم. كويس؟ يبقى كل من أراد أن يحضر الجمعة من ذكر أو أنثى، شوف كلمة ذكر أو أنثى جاب لك الصبية كمان، حتى الغير مكلف، خدت بالك؟ كل دول يغتسل ويلبس ثياب نظيفه. ووقت غسلها، وقت غسل الجمعه، اي ابتداؤه من الفجر الثاني، اللي هو ايه؟ الفجر اللي انت بتصلي بيه. انت عارف لما تروح انت مكه والمدينه بتلاقي عندهم اذانين، اذان في الاول في الفجر، ده معناه استعداد، يعني اللي احنا بنسميه عندنا في مصر التواشيح. مش يقول لك كده في تواشيح ومدائح قبل صلاه الفجر؟ في مصر علشان تعددت المساجد، فلو عملوا اذانين الناس هتتلخبط، تيجي تصحى انت تسمع اذان، يا ترى ده الاول ولا الثاني، يا ترى ده عشان يصحيني ولا ده عشان اصلي، تحتار. فلو كنت عايز تصوم ما تعرفش تاكل ولا ما تاكلش، ولو كنت عايز تصلي ما تعرفش.
فالعلماء مصر على مر العصور والأزهر الشريف قال لك بلاش حكاية الأذان الأول اللي فيه تنبيه ده لتعدد المساجد وتعدد الأصوات فيحصل اختلاط بين الناس. فحلوا محله إيه؟ التواشيح والحاجات دي. أول ما تفتح الراديو أو تسمع الراجل فاتح الميكروفون في المسجد اللي في الحي ويقول لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد، يقول لك شوية إيه تواشيح كده، تقوم تقول آه لو كنت ناوي تصوم تاكل صح، ولو كنت مش متودي تتوضى وتعرف إن لسه الأذان ما أذنش. كويس. الأذان الثاني ده اللي هو الأذان الحقيقي بقى اللي هو فيه الصلاة خير من النوم. الأذان الأول ما فيهوش الصلاة خير من النوم. يبقى من ذكر أو أنثى بيان لمن يريد حضورها، وعلم من ذلك أنه لا فرق بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه. وقت غسلها أي ابتداء وقول من الفجر الثاني أي لأنها مضافة إلى اليوم، وتقريب من ذهابه أفضل أي لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. كويس. يبقى هو غسل الجمعة يبدأ من إمتى؟ من طلوع فجر يوم الجمعة. فلو اغتسل بعد طلوع فجر يوم الجمعة أول ما الإمام قال الله أكبر لأذان الفجر الخطيب وراح فتح الدش واغتسل ينوي غسل الجمعة خلاص، وليس عليه إعادته مرة أخرى لما يجي لصلاة الجمعة. كويس. لكن الأفضل يأخره، الأفضل إيه؟ يأخر غسل الجمعة لحد ما يكون إيه هينزل بعد الغسل على الجامع على طول، عشان يبقى لسه في بهائه جاي المسجد كده في بهائه ما عرقش وما تغيرتش رائحته، ده الأفضل. لكن غسل العيد يدخل من ليلة العيد، من منتصف ليلة العيد. يعني أنا قالوا لنا العيد بكرة مثلا، أستنى بعد 12 بالليل أروح مغتسل للعيد يمشي. كويس. ده غسل ليلة العيد. غسل العيد يدخل من منتصف ليلة العيد، لكن غسل الجمعة يبقى من فجر يوم الجمعة. كويس. وتقريب من ذهابه أفضل، فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها. افرض هو عجز عن غسل الجمعة، عنده برد، عنده التهاب رئوي، عنده كحة، وقالوا له لو اغتسلت هتعيا، وهو معود نفسه انه لما بيغتسل يستحم ويخرج على الجامع ياخد له لفحة برد يقعد عيان فيها. في ناس طبيعتها كده، فاذا كان طبيعته كده يبقى ده عجز عن غسله. يبقى يعمل يتيمم ويتوضا، يتيمم عن الغسل بالنيابة عن الغسل ويتوضا ايه علشان تصح صلاته. سهلة. فان عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها، فيقول نويت التيمم ايه لحضور فريضة الجمعة. بسم الله نويت التيمم لحضور فريضة الجمعة، ادي النية، ويضرب ضربة على التراب ويعمل كده عشان ينفض ايده ويمسح بيها وجهه، وضربة تانية ويمسح بيها الكف كده لحد المرفق ويعود ما يجيش على الكف ويجي كده، وبعدين يجيب ده بقى التراب ده لسه ما استعملوش يعمله هو من ورا صوابعه يجي كده ويروح عامله كده، ادي التيمم بس وخلاص. سهل. ضربتين، واحدة للكف للوجه والتانية ايه اهي ضربة اهي، ويفرق بين صوابعه ويسن التفريق بين اصابعه، وهو في حال النقل ينوي، يبقى النية تكون حال نقل التراب، يروح ضارب كده يقول بسم الله نويت فرض التيمم لحضور فرض الجمعة، ويروح ماسح على وجهه ويروح ضارب ضربة تانية على التراب، وبعدين يجيب باطن اصابعه على ظهر اليسرى على ظهر ايه الاصابع اليمنى اهو، ويروح نازل كده ماسح لحد المرفق ده بظهر الاصابع بباطن الاصابع لسه كفه اللي هنا ما استعملش، يروح جايب بقى كفه ده على الحته اللي قدام، وبعدين يتبقى اللي على الابهام التراب اللي على الابهام يروح جايبه على ظهر الكف ده. كويس. ويعمل الشغلانه الثانيه دي. دي طريقه الشافعيه في التيمم، طريقه الشافعيه في التيمم اكمل الطرق، تحفظها تعرفها، احسن تيجي اقول لك اتيمم تروح متمرمغ في التراب زي ما عمل سيدنا بلال فلان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلما نزلت الايه ما كانش زاء للنبي وكان اصابته جناب فقعد يتمرمغ في التراب سيدنا بلال رضي الله عنه. وبعد ما يتيمم يروح ايه قايم متوضي، ده الكلام ده اللي عجز عن الغسل. والعجز قد يكون حسي وقد يكون حكمي. حسي بان الميه مش موجوده اصلا. كويس. ميه مقطوعه ما عندوش الا جركن يدوب على قد وضوءه، فهمتني؟ الميه قليل
او في مكان ما فيهوش ميه، يبقى ساعتها يتوضى وخلاص ويتيمم عن الغسل. ومعنوي يعني ايه؟ يعني الميه موجوده بس هو ما يقدرش يستعملها لمرض فيه. فهمتني؟ زي سموها دي حكما. وكذلك حكما امتى؟ عنده ميه تكفي وضوءه وعندهم بير جنبهم، بس البير فيه تعبان، لو نزل هيقرص ويستريح من الدنيا اللي فيه، يبقى ما فيش داعي ينزل لحد ما يبقوا يصطادوا التعبان، او على البئر ده واقف اسد مفترس او سلعوه، فلو راح هناك هيعوره. فهمتني ازاي؟ يبقى ساعتها يتوضى ويتيمم بالنيابه، يتوضى بالميه القليله اللي عنده. كويس؟ فقد الماء مطلقا يبقى هيتيمم عن الغسل وعن الوضوء في ان واحد، خلاص ويحضر صلاه الجمعه. سهله كده. لا، ما احنا اصلين عندنا الغسل اصلا سنه مؤكده مش واجب عشان يسقط. يعني هو لو حضر الصلاه من غير ما يغتسل صلاته صحيح. احنا ليس واجبا عندنا، هي سنه مؤكده عند الشافعيه. واجب عند الاحناف، واجب عند الاحناف، بس الاحناف يفرقوا بين الواجب والفرض. والواجب هو ما دل عندهم من دليل ظني، والفرض عندهم ما دل بدليل قطعي. واخد بالك؟ ده عند الاحناف. فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة، وإنما تيمم بدلا عنه لأن المقصود من الغسل النظافة والعبادة، فإذا فاتت تلك بقيت هذه. والثاني أي من الأربع خصال تنظيف الجسد نقف عليه ده إن شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.